قبل جاي في سينرجي في قبل الجيم اتفقوا على الميوزك في قرارات مهمه في الحياه احيانا هذا شيء لازم ان يعني لازم نعترف فيه هذه فراحوا باتل فيلد الستيج الفعلي اللي اتفقوا عليه باتل فيلد باتل فيلد صراحه ستيج يفضل ساموس لانه ساموس اذا جاب ليد يبدا يقدر يسوي عليك سيركل كامب على البلاتفورم يبدا يسوي لك كامب من فوق فهو ستيج لا ما يحب الويدي صراحه وهي البداية قوية من ديفاين إلى الحين شكل كوايدون يعني كان بعد كان يحاول يسوي جمب وشكله كان فلاك شيء آخر فلاك يب وآخرته سوى أبي بدل ما يسوي الجمب يلا أول ستوك راح اس دي نايس بيري بس إنه ديفاين حلوة المكسابز منه حلوة كومبو ممتاز من الداونير للباكير وحتى جاب السويت سبوت حقها كوايدون وحاول يسوي فوت ستول بس طلعت شادو فوت ستول قبل شوي حاول الاوبشن يسوي له فوت ستول كان بيكون جدا رائع بس انا طلع عليه شادو فوت ستول والويدي قدر يبقى بانش على طول على القراب القراب جدا لاقي فلما تشوف ساموس ترميها يمدي الويدي يركض ويحاول ياخذ البانش عنده الداش اتاك حلوة تطلع لك اتوقع فريم 4 هذا شوف البانش هذه استخدام تشار شوت عند ديفاين جدا ممتاز من أمس وبكون مهم جدا له في الماتشاب هذا عشان يتحكم في السبيس التشار شوت جدا مهمة في هالماتشاب لأن الويجي ما عنده أشياء كثير تقدر تاكل التشار شوت حلوة البيفت قراب منه بس إنه ضيع الدي آي خذه الويجي تدي الفرصة بس إنك لازم أوه ماي جاد المس فاير مس فاير في أسوأ مسافة ممكن تجي فيها وباتل فيلد من المراحل اللي من الأسفل شوي إيه؟ شوي غريبة التضاريس شوي جدا هذا ركبري فيها صعب غير عن باقي السجات تكون كذا على طول ستريت ترجع هذه بتنزل تحت بعض الحين يصير يخبط راسك تحت ستيج وصعب بعض الحين تسوي جيج للمسافة في باتل فيلد لأنك متعود مثلا على حلو الفكرة حلو الفكرة من دون صراحة اللي ما توقع رول بس انه يعني سلم بالضبط ايش بيسوي من بدري من بدري يعني وضح فكرته من بدري فديفاين كان عنده وقت كان عنده ايه انه يسوي رياكت يوقف اول جيم راح راح بسرعة الى ديفاين ودون يعني لو في شيء يعني بيعزز نفسيته شوية الآن إنه هو عارف إنه يعني ستوكين من الثلاثة اللي راحوا حتى ترى ستوك الأخير الثلاثة كلها كانت راحت ستوك اس دي وتو ستوكس كانت مس فاير فصراحة جيم أنلكي له يحتاج بس إنه يعني يتمالك أعصابه شوي بس يضبط حركته شوي في الريكفري هو الآن معاه فرصة للكاونتر بيك فيقدر إنه يحاول راح سماش فيل سماش فيل أكثر ستيج يحب الويجي سماشفيل هو ستيج مفضل للويجي ستيج صغير ما تقدر تكمبرني فيه واجد البلاتفورم اللي فوق يقدر ساعد ويجي في كومبوات وتكشيسز والبلاست دونز ما هي بعيدة فالويجي هذا ستيج حقه مفضل صراحة مستغرب انه انا يجبني الجهيز جامد انا هي مستانس على الميوزك دون عايش في مكان ثاني حاليا عندنا كلنا اوكي خلينا نشوف ايش بيصير هنا بدينا هنا الجيم الثاني على سماشفيل هذا ستيج افضل بكثير من باتل فيلد الويجي بس نشوف اوه حلوه منه الكلانك يقدر يسوي زيرو ديث ضيع الفاست فول جاب له بيرز يقدر يسوي اكستنشن حلو الريفرس ليش ما سويته في سماش اوكي معلش انا متعود انت متعود تشوفه تخلص كل مره فحاول يسوي شيلد ليش مسك شيلد بزياده ما اتوقع سامس تقدر تقتل سامس ما تقدر تقتل على هالبرسنت يمكن يا هو ضيع فرصه الاف سماش اللي جاته هنا لكن لسه بدري يعني كان شيلد بريك يمكن جاء في وقت كويس جاء وقت كويس الدان يعني ما كان سيء جدا الحين الدمج اللي على الشيلدز من الشارت شوت وكذا هذا بعد النيرف اللي جاهم سوى سايد بي صراحه اعجبني قلص معك دان مس فاير كثير الجيم اللي راح خلني اسوي سايد بي الحين ممكن تجي مس فاير ما ضبطت معه نطلع ستيج جاء مس فاير ليش سويت داون بي بعدها الداون بي كان اوبشن غلط لانه خلاه فيرنبل انه ينضرب وهذا فعلا اللي صار انضرب برا ستيج والان قاعد يعاني انه يرجع ريكفري هذا مره عد ساموس افضل مكان لها في ليش كان انا يعجبني وين السايد بيز اللي قاعد تخبط ما جت مس فاير لا للحين ايه؟ حاول يسوي ريد ابي على طول وتشوف الباب اوف على ابي لحالها من كوايدون حلو مره هو ديفاين عموما يعني الى الان على الاقل في النوتر لسه الوضع في صالح ديفاين هو بس يبغى انه يركز ويحاول انه ما يدخل في مواقف خطيره كثير صحيح لا ترمي ريسكي موف ضد الويجي هذه هي الفكره فاذا قدر انه يظل يحافظ على شيء على هالشيء ويستغل البلاتفورم من وقت لوقت اعتقد انه هو لسه يعني المسيطر على هذه المباراه زي ما نشوف الحين هو مسيطر قاعد يسوي ريد كثير للاوبشنز اللي قاعد يطلعها
كويدون. كويدون هو اللي المفروض بعد يوقف يرمي ريسكي لاقي موز. قاعد نشوف يسوي سايد بي كثير، قاعد يسوي داون بي كثير جدا سيء، خصوصا انك ضد ساموس يعني تعطيك شارجات وتبدا تخش مكسب بعدها. حلوه من ديفان قبل شوي داون اير تو باك اير، بس الباك اير ما جت على سويت سبوت فما يقدر يذبح فيها. فرصه ثانيه طلع هذا الماتش اب، انت تبغى تطلع ساموس في الغالب حتى مو بس ضد الويدي، ساموس تحبك تكون على الليج، السيت ابز اللي عندها من داون بيز من وش اسمه مكسبز كثير، تقدر تسوي داون بيز، تقدر تسوي اب تلت، كل هذا على الليج. هي الليج ترابنج حقها جدا، هي ممكن افضل شخصيه في الليج ترابنج. حلوه من الجراب، اخذ الانفيزيبيلتي جاب جراب ثاني. عجبني الموقف قبل شوي، ظل يركب على الشيلد ينتظر ان ديفاين يسوي شيء وبعدين قرر انه يمسك. عاد جراب الويدي ترى جراب بطيء لانه يطلع فريم 17، فممكن تقدر تسوي له رياكت اذا كنت مصحصح كفايه. اي هو في الرينج يعني 17 فريم اللي يعني احتمال تسوي له رياكشن انت. ايه تنتبه للموضوع. اوكي حلو استخدام داوبي. الويدي ما تقدر تطلع برا الجيم ابد يعني، حتى الحين ممكن أيه. جراب ممكن ياخذ ستوك سريع سريع بعدين جراب. حلوه منه حلوه الفكره، كنا نسوي دك تحت ليش سايد بي، هل هي مس امبوس يبغى يسوي ريفيرس نوترال بي؟ حلوه مره اخيرا بس فاير مفيده، بس فاير مفيده بعدين نزل تحته وعطى اب سماش. للحين ما تقتل اب سماش، عنده ريج قاعد يجهز الشارج هذه هذه من وقتها قاعد يجهزها. حلو الدي اي انه قدر يعيش، بس هي هذه الفكره ان ديفاين يضل يسوي ميكس اب انه هل يطلق ولا لا، وهذا الشيء اللي قاعد يعني حلو 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 حلو. ديفاين لعب الماتش اب بيرفكتلي صراحه، ممتاز ديفاين لعب الماتش اب بيرفكتلي ماتش اب. ممكن اول ستوك ما كان صح ما كان مركز بعد الفوز الاول، شفنا سوى ريسكي موز كثير، كوايدون على طول اعطاه بي وقتله، بعدين كذا هدى شوي بغطى كل اوبشن ريسكي سوى.